مصري بيشرفني الآن كابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي المتميز للحديث عن طاقم التحكيم النهارده بقيادة كابتن محمد عادل. مساء الخير يا كابتن منور. تحياتي لكابتن علي المتحدي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. إن شاء الله في البداية نتمنى لطاقم التحكيم التوفيق في هذه المباراة اللي هي حضرتك قلت بطولة. صحيح. والبطولة كابتن أيمن الأخطاء المفروض ما تبقاش موجودة فيها. مزبوط. أي خطأ في البطولة يؤثر على هذه البطوله، البطوله ديت بتبقى فريق بيسعى ليها وبيتعب وبيشقى. اتمنى طبعا التحكيم النهارده يكون موجود، خاصه ان احنا عندنا النهارده 7 حكام يا كابتن ايمن رايحين بطوله افريقيا ان شاء الله. 3 حكام ساحه، امين عمر، محمد معروف، محمد عادل النهارده اللي هيدير المباراه. عندنا حكمين مساعدين محمود ابو الرجال واحمد حسام طه، عندنا كمان 2 على الفار محمود عاشور ومحمود البنا. نتمنى لهم التوفيق في بطولة الأمم الأفريقية، ونتمنى فيهم التوفيق النهارده كابتن أيمن لطاقم التحكيم. هنتكلم على محمد عادل، وأنا يمكن هتكلم على التعيين يا كابتن أيمن، مهم جدا. وأنا قلت في البداية بالتوفيق لطاقم التحكيم بالكامل. تخيل حضرتك إن محمد عادل أدار من 6 جولات للنادي الأهلي أدار مباراتين. هذا موسم. المره الاولى كانت في النادي الاهلي والمصري في الجوله الاولى، المباراه الثانيه كانت الاهلي وسموحه. المباراه الاولى خرجت ب4 اهداف مقابل لا شيء لصالح النادي الاهلي، المباراه الثانيه خرجت التعادل السلبي. يعني انت حضرتك من 6 مباريات حكم لعب مباراتين. صحيح. محمود عاشور، بقول يا محمود ربنا يوفقك. محمود عاشور من 3/8/2022 حتى هذا اليوم لم يدير اي مباراه للنادي الاهلي كحكم ساحة أو كحكم فار، يعني تقريبا كابتن أيمن 17 شهر. بقول النهاردة محمود عاشور أكيد عليه النهاردة لود، هو بيرجع بعد فترة للنادي الأهلي. يعني أتمنى التوفيق، مش هتكلم لأن إحنا مش عايزين نسبق الأحداث. صح. يا رب النهاردة يا عاشور ربنا يوفقك إن شاء الله وتعود بشكل طيب. ولكن كان ممكن كابتن أيمن، أنا عاوز أرجع عاشور، ممكن انا عندي فرصه في 6 جولات ياخد ماتش او ماتشين. مظبوط. في الموسم اللي فات ده هو من الموسم اللي قبل اللي فات ما بيلعبش. ايوه. في الموسم اللي فات 34 جوله اديله مباراه او مباراتين. أيوه. النهارده هو الجوله دي بطوله. يا رب الفار النهارده يكون موجود ان شاء الله. اتمنى ان محمد عادل كمان النهارده ما يروحش للفار، يعني النهارده يشتغل على نفسه وما نحتاجش للفار. ونبارك لكل طاقم التحكيم يا كابتن النهارده ان شاء الله. شو على فكره حكم الحكام الكبار راح الاولمبياد ومصنف يعتبر من ضمن افضل حكام الفار على مستوى الكره الافريقيه. حكام كويسين كمان جدا. وبقول يا عاشور النهارده انا بقول لك اهو، يا رب ربنا يكرمك النهارده ويوفقك وتروح بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله، وانت ان شاء الله باداء جيد. مميز. التحكيم النهارده كابتن ايمن في النهايه هيكون ليه دور كبير جدا في هذه المباراه الصعبه. صعب. هذه المباراه صعبه تحكيميا عشان مباراه بطوله، يعني دي مباراه بطوله. صحيح. وزي ما قلت لك الاخطاء في البطوله ما فيش فيها هزار، الخطا بيضيع بطوله. مظبوط. يا رب التوفيق للتحكيم المصري النهارده، توفيق لمحمود عاشور وطاقم التحكيم بالكامل كابتن ايمن ان شاء الله. والمباراه النهارده نستمتع باداء الفريقين ونستمتع بادائك ان شاء الله في الاستوديو التحليلي. كابتن مستمتع اكتر بالنادي الاهلي ومكسبه ان شاء الله. الله يخليك. شكرا يا كابتن ناصر، شرفتني. شكرا. لقاء اخر ان شاء الله بعد المباراه ان شاء الله.